أكون رئيس القوم. امضي معي مع نفر من أصحابك. إلى أين؟ ما سمعنا شرا. لا تسل، واصنع كما أمرك. وتجارتي هذه؟ دعها في حفظ من يبقى من أصحابك حتى تعود إليهم. هيا. هذا الرجل الذي ظهر فيكم يزعم أنه نبي، أيكم أقرب إليه نسبا؟ أنا أقربهم نسبا. أدنو، وليقف أصحابك عند ظهرك. إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني صاحبكم فكذبوه. كيف نسبه فيكم؟ هو فينا ذو نسب. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ لا. فهل كان من آبائه من ملك؟ لا. فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم أكثر. أيزيدون أم ينقصون؟ بل يزيدون. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ لا لا. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا. فهل يغدر؟ لا، ونحن منه الآن في مدة من الصلح ولسنا ندري ما هو فاعل فيها. هل قاتلتموه؟ نعم. فكيف كان قتالكم إياه؟ الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. ماذا يأمركم؟ يقول: اعبدوا إلها واحدا ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقوله آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة. ذكرت أنه ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وأنه لم يقل قوله أحد قط قبله. فلو كان ذلك لقلت رجل يأتي بقول قيل قبله وليس من آبائه ملك. فلو كان لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وما كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وأكثر من اتبعه الضعفاء وهم أتابع الرسل، وأصحابه يزيدون ولا ينقصون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ولا يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ولا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. فإن كان كما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين.
هذا كتابه، اقرأه مرة أخرى على مسمع هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الآرسيين.